السلام عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة الرابعة من الوحدة الثانية جسم الإنسان، المرجع الجديد في النشاط العلمي للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان هذه الحصة التنفس لدى الإنسان، الأهداف التعلمية. إذا أتعرف أني في حاجة للتنفس الهواء لأحيا، وأن الهواء يدخل ويخرج من أنفي وفمي، وأربط بين التنفس وحجم القفص الصدري. إذا وضعية الانطلاق، الصورتان تعبران عن مباراة في الغطس. إذا لدي هنا صورتان، وهاتين الصورتان تعبران عن مباراتين في الغطس. إذا لاحظوا معي، الغطاس الأول يوجد في أعماق البحر ولكن بدون بدلة غطس ولا الجهاز والأدوات الخاصة بالغطس، بين عكس الغطاس الثاني الذي يرتدي بدلة الغطس ويحمل قارورة الغطس أيضا، وكل أدوات مستلزمة للغطس توجد معه. إذا ما هو السؤال؟ إذا أي الغطاسين سيمكث تحت الماء أطول فترة؟ علامة استفهام. إذا أي الغطاسين سيمكث تحت الماء أطول فترة؟ إذا لنفترض، إذا الغطاس الذي سيمكث أطول فترة هو الغطاس الذي يرتدي بدلة الغطس. الغطاس الذي يرتدي بدلة الغطاسي الذي يرتدي بدلة الغطسي. إذا قد يخاف أحدهما ويعود للسطح، إذا أحد الغطاسين قد يخاف ويعود إلى السطح. كفرضية أخيرة، قد يختنق الغطاس الذي لا يرتدي بدلة الغطس. قد يختنق الغطاس الذي لا يرتدي بدلة الغطس. أختبر وأجرب، أغلق أنفي وفمي بيدي وأحاول التنفس. إذا إذا أغلقت يدي وأنفي وفمي بواسطة يدي لن أستطيع التنفس. أغلق في فمي بيدي وأحاول التنفس. إذا إذا أغلقت فمي فسأتنفس بفمي. إذا إذا أغلقت فمي سأتنفس بأنفي بواسطة أنفي. أغلق أنفي بيدي وأحاول التنفس. إذا إذا أغلقت أنفي سأتنفس بفمي. إذا الهواء يدخل ويخرج من أنفي وفمي. أدون أتقاصا، أتنفس برئتاي لأحيا، أتنفس برئتاي لأحيا. أدخل الهواء من أنفي وأخرجه من فمي، أدخل الهواء من أنفي وأخرجه من فمي. يكبر القفص الصدري، قفصي الصدري عندما أستنشق الهواء. يكبر القفص الصدري أي أثناء الشهيق، يكبر قفصي الصدري عندما أستنشق الهواء. إذن أعمم و أطبق، يرتفع حجم صدري عند دخول الهواء إليه وينخفض حجم صدري عند خروج الهواء منه. إذا حين التنفس يكبر
دخول الهواء الى الجسم اي اثناء حركه الشهيق، يكبر حجم القفص الصدري، واثناء خروج الهواء اي حركه الزفير يصغر وينخفض حجم القفص الصدري. ورتبوا الصور من 1 إلى 4 من الأقل احتياجا للهواء إلى أكثر احتياجا للهواء. إذن الجلوس في المنزل ومشاهدة التلفاز إذن أقل احتياجا للهواء. المشي، ممارسة رياضة المشي أيضا من أقل الأشياء احتياجا للهواء. ممارسة العامل لي أو الحدد لمهامه كذلك هي في المرتبة الثالثة. أما صعود وتسلق الجبال فهو يحتاج الكثير من الهواء. إذن ترتيب الرابع، أصل بخط بين كل حركة تنفس وما يناسبها. إذن لاحظوا معي، لدي هنا الزفير، إخراج الهواء، الشهيق، إدخال الهواء إلى الجسم. إذن أثناء السباحة لاحظوا معي الغطس، نزفر الهواء، لاحظوا معي فقاعات الماء الظاهرة فوق رأس السباح، إذن نخرج الهواء من الجسم. أثناء السباحة إذن نحتاج إلى الهواء، ندخل الهواء إلى أجسامنا. لاحظوا معي الفقاعات الخارجة من فم هذا الطفل، إذن هذه عملية الزفير. إذن هنا استنشاق الهواء وإدخال الهواء إلى الجسم. أقوم وأدعم، ألون بالأخضر ما ينفع الجهاز التنفسي وبالأحمر ما يضر به. إذن لاحظوا معي اللعب قرب المكب النفايات يضر الجهاز التنفسي، إذن باللون الأحمر. إذن لعب الكرة قرب الشاطئ ينفع الجهاز التنفسي لأنه مكان نظيف. لاحظوا معي هنا سياقة الدراجة أو المشي قرب عوادم السيارات، إذن مضر بالجهاز التنفسي، يصيبنا بالاختناق. اللعب في الطبيعة وممارسة الأنشطة والتنزه إذن ينفع الجهاز التنفسي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.